مرحبا، بتحكي معكم معلمة غالي مندلاوي من كفر مندا، مدرسة المتنبي الإعدادية. اليوم راح أحكي لكم عن اتفاقية فيرساي 28 يونيو 1919. هاي الاتفاقية اللي كان لها تأثير كبير ولحد إسا بنسمع عنها. فهاي الاتفاقية اللي كان لها الصدى بداخل جميع الدول، جميع الدول اللي كانت مشتركة، كان في الخسران والربحان. فهي الدول اللي تأثرت من داخل هذه الاتفاقية، منها اللي كان جدا مبسوط من هذه الاتفاقية وراضي، ومنها اللي كان جدا تعيس من هذه الاتفاقية وجدا غضبان، وسوف نرى فيما بعد منهن الدول. فالدول هاي ممكن كمان ربحان، بس إيش ما هو راضي عن النتائج تاعت هاي الاتفاقية اللي راح تمر معنا. بس الأهم من هيك اللي راح أنا أحط نسلط الضوء اليوم عليه، إنه كيف هاي الاتفاقية ممكن تكون ولو لا كذا درجة، مش حتما إنها هي تكون السبب المباشر، بس كانت سبب من أسباب الحرب العالمية الثانية، إنها سببت ممكن نقول غضب معين أو تقسيمات معينة ما كان في رضا عنها. رح نحكي عن هذا الموضوع، كيف لها أن تكون سببا لحرب أخرى، كيف لها أن تكون سببا لحرب أخرى. اتفاقية فيرساي 1919 للصف التاسع، توجه للصف التاسع، هل فعلا كان لهذه الاتفاقية التأثير لقيام حرب أخرى؟ تعريف اتفاقية فيرساي. تعريف: تعد اتفاقية أو معاهدة فيرساي اتفاقية دولية أسدلت استدار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى، وأظهرت جوهر التسوية السلمية، هكذا سميت أو هكذا كان الهدف منها طبعا بعد الحرب، حيث تم توقيعها في قاعة المرايا في قصر فيرساي من قبل عدد من الدول المشاركة في الحرب المنتصرة على الأغلب طبعا، اللي أسسوا هذا المؤتمر واللي قاموا على إيصال الفكرة بهذا المؤتمر هم الدول المنتصرة، الدول المنتصرة فقط. فبالأغلب هذه الدول هي التي سعت إلى أن يقوم مؤتمر كهذا لكي يكون سلما بتكملة هذه السنين. وذلك في 28 من شهر حزيران يونيو من عام 1919 ميلادي، وقد تم التفاوض على الاتفاقية خلال مؤتمر باريس للسلام الذي عقد في شهر كانون الثاني يناير من عام 1919 في سبيل إنهاء الحرب العالمية الأولى. إذا انتهت الحرب العالمية الأولى، كما قلنا دول خاسرة ودول قد فازت بالمعارك، و نتائج طبعا احنا كان في عندنا بالحرب العالمية الأولى دول المركز ودول التحالف. دول المركز هم الدول اللي خسروا بقيادة ألمانيا، ودول التحالف هم الذين فازوا وبقيادة بريطانيا وفرنسا، طبعا الدول اللي كانت في داخل الحرب. طبعا معاهن أمريكا، بس هون أمريكا كان الموقف اللي انتهجته هو حيادي للاعتراض على بعض النقاط في داخل مؤتمر فيرساي. هذه الدول التي كانت هي الدول العظمى التي كانت في مؤتمر فيرساي هي الأساسية التي قامت بالتخطيط والتوجيه. بشكل عام كان 27 دولة هم كانوا شركاء في هذه الحرب، شركاء وكان لهم وجود، لكن الدول العظمى هي التي كانت مديرة هذه الأمور، إدارة لهذه الأمور. طبعا المخططين لها زي ما حكينا نرجع لهم، تم تخطيطها من قبل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسيس، حيث اشترط معاقبة ألمانيا، كان شرطه انه يعاقبوا ألمانيا وتعويضها لكافة خسائر الحرب، انها تعطي التعويضات، تدفع تعويضات على خسائر الحرب لان هي اللي ابتدأت فيها، واحكام السيطرة على الصناعة والقوات والاراضي، طبعا استرجاع اراضي من ألمانيا اللي هو كان في داخل البنود اللي قررتها هذه الاتفاقية او المؤتمر. الشخص الثاني واللي حكينا عنه واللي كان في بعض الأمور حيادي اللي هو ويلسون، الرئيس الأمريكي ويلسون، حيث اشترط
أن يتم تخفيض القوات المسلحة في الدول جميعها. انتباه، في الدول جميعها. كان شرط ويلسون أنه يكون التحديد مش بس بالدول الخسرانة، الدول كلها يكون في تحديد للجنود، تحديد للعساكر، تحديد للأسلحة، حتى بكل الأمور، سواء كانت خاسرة أو منتصرة في الحرب، وأن يتم إنشاء شيء نقول عنه عصبة الأمم. عصبة الأمم طبعا تعريفها لحاله درس آخر. عصبة الأمم اللي هي بشكل خاص وبشكل عام راح أحكي عنه، عصبة الأمم هي العصبة اللي تتكون من عدة دول في العالم، الوظيفة تبعتها هي المحافظة على السلم العام في العالم. السلم العام في العالم إنه تحافظ بطرق معينة بقوانين معينة تسنها، ويجب على الجميع احترام هذه القوانين بأنه تقوم بالمحافظة على السلم. هذا هو الهدف تاع طبعا العصبة اللي راحين يقوموا فيها، متأسفة. طبعا حسب نقاط ويلسون اللي حكى عنهم رئيس الوزراء البريطاني لورد جورج، وحيث تضامن مع رأيه في مع ويلسون. طبعا الرئيس البريطاني كان مؤيد لنظرة الرئيس الأمريكي بأنه لازم حد من السلاح جميع الدول وكل هاي الأمور. هاي صور عنا من مؤتمر فرساي، من داخل المؤتمر إحنا كيف شايفين الحشد الكبير في داخل القصر. المميز بهذا المؤتمر هو مش مؤتمر مغلق اللي كان بس الأشخاص الزعماء الرؤساء اللي كانوا ممكن يدخلوه، شخصيات كثيرة اللي دخلته. القاعة كانت مفتوحة طبعا مع حراسة مشددة، مع أمور كثيرة اللي يعني أعطوا الفرصة لأناس إنهم يشاهدوا ويشوفوا هذا الحدث العظيم اللي كان يقرر قرار مصير شعوب. فأعطيت الفرصة، وهذه هذه الصورة اللي كانت بأنها ناس كثيرة، اكتظاظ كبير بداخل القصر ينتظرون القرارات من الدول العظمى، من الدول الأخرى كانوا ينتظرون في الخارج حيث تتم إعطائهم التعليمات كيف يتصرفون وكيف ينتظرون. الآن بما أنه مؤتمر فرساي بهمنا أن احنا بعد ما احنا سمعنا بالضبط بالفيديو ايش أعطانا، أعطانا أنه في نتائج معينة اقتصادية، نتائج من ناحية أراضي، من ناحية كثير أمور اللي كانت عبء على دول أو دول كانت مش راضية عنها، سببت أنه يكون إشي غير الهدف الموجود اللي انتظر، الهدف المنشود من وراء المؤتمر. الهدف المنشود من وراء المؤتمر كما تكلمنا من البداية هو مؤتمر للسلم، للسلم، نعم للسلم، إنه مؤتمر وجد للسلم ليس لغير ذلك. لكن للأسف الشديد يوجد أشياء أخرى وجدت في طريق هذا المؤتمر نظراً لوجود هذه، لم يأخذوا بالحسبان هذه النقاط، ولذلك حدث ما حدث وحدثت حرب أخرى. هكذا هي التوقعات التاريخية. الآن على ماذا تضمنت هذه الاتفاقية أو دارت أحداث أو دارت المحادثات؟ تمخضت على عن اتفاقية فرساي عدة نتائج كان لها الأثر البارز في عدة دول، وفي ميالي ذكر الأهم من هذه النتائج. طبعا في كثير شغلات ثانية بس احنا أخذنا المهم منها. خفض نسبة الأراضي التابعة لألمانيا، واضح ألمانيا الدولة الخاسرة، والسكان الألمان بما يعادل 10%، يعني عمليا السكان الألمان بدين يكونوا تحت سيطرة دول أخرى. واضح الصورة هون إن نسبة الأراضي أخذت أراضي من ألمانيا وبها نسبة سكان اللي هن ألمان وأيضا غير ألمان، فهذول الأراضي اتخذوا لدول أوروبية أخرى. وطبعا إحنا ننظر لهذا الإشي إنه من الطرف الآخر في غضب هون، استحواذ دول الخلفاء على كافة المستعمرات الألمانية في الخارج. طبعا في مستعمرات ألمانية اللي هي موجودة خارج ألمانيا، وهون دول الحلفاء اللي هن اللي فازوا في المعركة تمت السيطرة على هذه
هذه المستعمرات من قبل دول الحلفاء. نقطة أخرى، إجبار ألمانيا على دفع تعويضات مقابل الخسائر والأضرار لدول الحلفاء. فترة زمنية طويلة وألمانيا ترفض الدفع، فترة زمنية طويلة جدا، ليس من بعيد وليس من سنين كثيرة وألمانيا تعترف، لم تعترف بذلك، حديثا اعترفت بذلك. لكن من هذه السنة أرغمت ألمانيا بدفع مبالغ كبيرة لتعويض الدول الأخرى التي سببت لها بالخسائر المادية الاقتصادية الكثير من الأمور. كان يجب على ألمانيا أنها تدفع هذه الأموال، وواضح بأنها ألمانيا بهذه الفترة تعاني، كانت بعد حرب، بعد حرب أي أزمة اقتصادية، أي وضع بطالة، أي وضع جدا سيء، عمارات، كل هاي الأمور، المصالح موقفة. فإحنا بنفهم أنه ألمانيا بوضع لا تحسد عليه بهذه السنين. منح أراضي الإلزاس واللورين للدورة الدولة الفرنسية، هذا حسب الاتفاق. كمان وضع ولاية سرلاند تحت سيطرة عصبة الأمم المتحدة حتى عام 1935. حكينا أن عصبة الأمم هي الهدف السلمي، ولذلك أن وضعها إنها هي المسؤولة عنها، أنه يعني بده يكون المحافظة على هذه المنطقة. منح بلجيكا 3 مناطق صغيرة، إعادة الجزء الشمالي من مدينة شيلزفيك إلى الدنمارك، منح بولندا جزءا من سيليزيا العليا ممرا مائيا إلى البحر البلطيق، إعلان مدينة غدانسك مدينة حرة. انتباه إلى كل هذه الأمور، هذه أراضي أخذت من ألمانيا وأعطيت للدول الأوروبية الأخرى، وغير الأراضي الأخرى، هناك أراضي أخرى وعقوبات أخرى سنت وسوف نتكلم عن ذلك. الآن استراحة 10 دقائق ونعود. We'll be right back.
رجعنا لكم منكمل طبعا نشرح عن مؤتمر فرساي وعلاقته بانه تتكون كمان حرب للاسف الشديد وتطور الاحداث الى الأسوأ ليس الى الافضل كما توقعوا من المؤتمر اللي خصص من اجل انه يكون سلم ومن اجل انه يحافظ على الدول اللي موجوده. فحكينا عن القصة عن اللي موجودة على الشاشة، الأشياء اللي اتفقوا عليها، الأشياء اللي طلبت في هذا المؤتمر، وإسا رح ننتقل على الأمور اللي ربما تسببت في حرب أخرى أو في غضب دولة أخرى. أولاً عدم إرسال دعوة لألمانيا، إنه حكينا إحنا هون بالنسبة للأمور التي تم الاتفاق عليها لمعاقبة ألمانيا في المؤتمر، وهذا سبب غضب هذه الدولة التي تعد ابتدأت الحرب ووضعت العقوبات عليها. عدم إرسال دعوة لها من بداية المؤتمر، طبعاً أرسلت هذه الدعوة متأخرة وجاءوا متأخرين أيضاً بعد أن كانت حوارات وكانت نقاشات قبل أن يصلوا إلى المؤتمر، وإرساله بوقت متأخر مما دعاهم لانضمام بوقت متأخر وبعد اتخاذ القرارات المصرية والتي تخصهم. طبعا تخص مين؟ تخص الألمان. تحديد الجيش الألماني بمئة ألف جندي فقط وإلغاء التجنيد الإجباري، فهذا الأمر أيضا جعل هناك غضب بداخل الدول الألمانية. رقابة على الصناعة العسكرية الألمانية، إذا صناعة الأسلحة، هنا المقصود بصناعة الأسلحة ولا سيما صناعة الأسلحة لتكون فقط الأمن الداخلي، فقط للأمن الداخلي، يعني سلاح بسيط. هون المفهوم إن الأسلحة أو الأمن الداخلي إنه سلاح بسيط جدا، ليست بمدافع وليست بدبابات، إنما سلاح بسيط للشرطة التي تعمل في الداخل. اعتبرت ألمانيا المسؤولة، اعتبرت ألمانيا المسؤولة عن نشوب الحرب وفرض عليها دفع عقوبات مالية تعويضا للخسائر. طبعا مفهوم ضمن أن ألمانيا هي ابتدأت الحرب ولذلك اعتبرت هي البادئ والمبتدئ للحرب. إعادة المناطق الألزاس واللورين لفرنسا، هذا ما تحدثنا عنه من القرارات والذي يختص بألمانيا. النقطة اللي حكيت عنها وإنه واللي هي الحديث التام اليوم لدرسنا، إنه أمور اللي حدثت في فرساي أو من قرارات فرساي ونتجت عنها ربما ساهمت في نشوب حرب عالمية ثانية. نتائج فرساي وأحداث فرساي وكل ما يدور حول فرساي والقرارات التي اشترطت أو وضعت في داخل هذا المؤتمر. فرض الشروط على ألمانيا دون الاتفاق على ذلك معها. ذكرنا سابقا أن ألمانيا لم تتواجد في المؤتمر من بداية المؤتمر، وتم الحديث في ذلك قبل وصولها وقبل أيضا إرسال الدعوة لها. جعل هذا الأمر ألمانيا تشعر أن فرساي معاهدة إدلال وأخذت تسعى للتخلص منها بما أدى إلى نشوب حرب عالمية ثانية. إذن هون إحنا بنحكي النظرة اللي بداخل الشعب الألماني وتحركات سياسية بداخله، انهيار حكم ووجود حكم آخر، وكل هاي الأمور حثت في هذه السنين اللي الغضب الألماني موجود بأنه هني لم يشاوروا حتى بعد أنه تغير الحكم اللي كان هو تدور الحرب حواليه. لم يعطي مؤتمر نقطة تانية، ننقل للنقطة الثانية، لم يعطي مؤتمر فرساي الحلول المناسبة للقضايا القومية. نحن ننظر إلى سابق الأمور التي تعلمناها من أسباب الحرب العالمية الأولى، القضية القومية كانت سببا رئيسيا وتحدثنا عن ذلك في دروس أخرى في دروس سابقة متأسفي. إذن القضية القومية هي كانت من المحرك، أيضا هي الشعلة، أيضا قضية اغتيال ولي عهد النمسا وكل هاي الأمور التي حركت نيران الحرب، هي قضية قومية، هي قضية قومية. إذن الموضوع القومي والمشكلة القومية لم تحل، لم يوجد بهذا المؤتمر، لم تنوجد الوسيلة أو الطريقة أو السبل التي تجد حلا لهذا الأمر، واللي هو القضية القومية التي كانت تشكل العبء على كثير من المناطق في العالم. لم يحل هذا الأمر، القضية القومية التي أشغلت أوروبا
ليس فقط بأوروبا، في باقي العالم أيضا أوروبا، وكانت السبب في قيام الحرب العالمية الأولى. فتجمعت عدة قوميات في دولة واحدة، دول واحدة، وكانت هذه بداية المشاكل التي أدت إلى نزاعات قومية، وكان العامل الذي أدى إلى نشوب حرب عالمية ثانية. إذا حرب عالمية أولى السبب القوميات، القضية القومية، حرب عالمية ثانية السبب القوميات والقضية القومية. إذا هذا السبب لم يتغير، لم يحل رغم وجوده والعلم بوجوده. أيضا هو علم أن هذه القوميات تريد التحرر، تريد حل، تريد تخرج من تحت الظلم اللي هي موجودة فيه، بس الإشي ما حدث، ولم يجدوا حلا لهذه القوميات في داخل هذا المؤتمر الذي خصص من أجل إيجاد الحلول، الذي خصص. أرجع وأنا أبرز هذه النقطة كي نفهم ما هو هدف المؤتمر، هو إيجاد تسويات، إيجاد حلول ما بعد هذه الحرب التي قضت على الملايين، قضت على أمم، قضت على مجموعات كبيرة، كان قتل، كان دمار، فلذلك يريدون حلا. نقطة الثالثة التي تأتي إهمال مؤتمر فيرساي مبدأ تقرير المصير، ولم يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب. إذن هذا يتبع أيضا للقوميات ولشعوب أخرى، ليس فقط للقوميات، أيضا لشعوب أخرى. لم يكن هناك حوار بكيفية التعامل مع هذه الأراضي التي نقلت من ملكية دولة إلى ملكية دولة أخرى، من ملكية شعب إلى ملكية شعب آخر، وهناك قوميات بداخلها، وهناك شعوب أخرجت من حيز دولتها إلى حيز دولة أخرى. فهذه التقسيمات التي حدثت لم يكن بالحسبان هذه الأمور، فكان غضب من هذه الشعوب. النقطة التي بعدها، أغفل مؤتمر فرساي القضية الروسية، فلم يسمح لروسيا بالمشاركة وفرض عليها قيودا، فلذلك لم تعترف روسيا بقرارات هذا المؤتمر. روسيا دولة التي هي تعتبر دولة عملاقة، دولة قوية، دولة جبارة، كانت تعاني من بنهاية الحرب العالمية الأولى، وذكرنا في نهاية الحرب العالمية الأولى ماذا حدث مع روسيا، الانهيار الذي حدث بداخلها والثورة التي قامت بداخلها، فاضطرت للخروج من الحرب. هذا ما فعلته روسيا، خروجها من الحرب اضطراري. فهذا الأمر أزعج قوة الحلفاء، ولم تعطيها الفرصة لتكون معهم بمشاركتهم الغنائم، لربما الغنائم. يعني مفهوم ضمنا أن روسيا لم ترضى أن يكون هذا هو التقسيم، هذا هو الذي هي لديها مطامعها أيضا، ولديها مشاكل التي تريد حلها، أو أراضي التي تريد أخذها. فلذلك روسيا لم ترضى عن هذا المؤتمر. نأتي للنقطة التي بعدها، الشروط المالية التي فرضت على ألمانيا كان لها أثر على الاقتصاد الأوروبي، وساعدت على عدم وجود الاستقرار الاقتصادي. تكلمنا عن هذه، لكن لم نتكلم عن الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي العام قبل الحرب العالمية الأولى ماذا كان؟ أزمة اقتصادية. خلال الحرب هل حلت الأزمة؟ طبعا لا، خلال الحرب زادت الأزمة سوءا، طبيعي، من الطبيعي أن تزيد الأزمة سوءا. ولذلك الدول التي انتصرت أولا والدول التي خسرت ثانيا تريد حلولا لهذه الأزمة. أزمة وجدت، وزاد الأمر فرض الأموال الطائلة التي فرضت على ألمانيا، فهذا الأمر زاد سوءا في داخل الاستقرار الاقتصادي العام في أوروبا، أي لا يوجد استقرار اقتصادي. هذا ما يدفعنا نقول أن السبب الذي كان موجوداً في داخل أسباب الحرب العالمية الأولى أيضاً وجد في أسباب الحرب العالمية الثانية، وهي أزمة اقتصادية، أزمة اقتصادية. خيبة الأمل في الوقت الذي شاركت فيه إيطاليا، ونعرف أن إيطاليا كانت إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية، لجانب الحلفاء، انتبه، إلى جانب الحلفاء، خسرت الكثير من الضحايا. خاب أملها عندما أخلفت الدول الحلفاء وعودها لها حسب معاهدة لندن 1915. لن نرجع إلى ذلك لأننا قد تعلمنا عن ذلك، تعلمنا أن
إيطاليا كان لها أهداف، كان لها مساعي، كان لها مطالب، كان لها أطماع ولم تحصل عليها بعد الاتفاق مع الدول، وهذه شروط، شروط دول لديها معاهدات مع دول أخرى، مصالح مع دول أخرى، وحسب هذه الشروط انضمت للحرب من أجل الشروط التي أرادتها، ولذلك هي لم تحصل عليها، وهذه خيبة أمل كبيرة لإيطاليا يجعلها تريد انتقام. الآن سوف نرى، يعني نرى فيديو يلخص هذه الفترة أو يعطينا تقريراً عن هذه الفترة. إليكم هذا الفيديو. كان أكبر نزاع مسلح في تاريخ البشرية، حرب رهيبة مات فيها عشرات الملايين من الناس. خلونا نتابع في الفيديو ده على الخرائط ملخص أحداث الحرب العالمية الثانية. بنبتدي عند نهاية الحرب العالمية الأولى لما ألمانيا وحلفائها انهزموا وتم تحملهم المسؤولية الكاملة بتاعت الحرب. تم تفكيك إمبراطورية النمساوية المجرية والعثمانية وتم فرض عقوبات تقيلة جداً على ألمانيا من ضمنها تسديد تعويضات كبيرة. ألمانيا اتفرض عليها التنازل عن مستعمراتها وحتى جزء من أرضها للمنتصرين ولدولة بولندا اللي تم إنشائها كدولة جديدة. دي كلها عقوبات كانت بمقدار الإهانة الكبيرة بالنسبة لألمان كتير. الاقتصاد الألماني كان بيمر بحالة سيئة جداً وبيعاني من تضخم كبير بسبب العقوبات والمديونية. الحكومة عشان كده ابتدت تطبع فلوس مما أدى لانخفاض قيمة العملة. في نوفمبر 1923 مثلاً قيمة المارك الألماني كانت أقل 1000 مليار مرة بالنسبة لقيمته في 1914. سنة 24 الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات جذرية لإيقاف التضخم والإنعاش الاقتصاد. في 1929 حصلت أكبر أزمة مالية في القرن العشرين. انهيار بورصة وول ستريت في نيويورك أثر على العالم كله وأثر طبعاً على اقتصاد ألمانيا اللي عليت فيها نسبة البطالة. ألمانيا كانت بالتالي في الفترة دي بتمر بحالة سيئة جداً معنوياً واقتصادياً. الحزب الناسي برئاسة أدولف هتلر وعد بإصلاح كل ده وقدر يوصل للحكم في سنة 1933. بالرغم من شروط معاهدة فيرساي بعد الحرب العالمية الأولى، النظام الجديد أعاد تسليح ألمانيا ورجع الخدمة العسكرية. ألمانيا بدأت كمان تطبق سياسة خارجية مشروعها هو توحيد كل الشعوب الناطقة بالألماني تحت قيادتها. إيطاليا من ناحيتها رغم انتصارها بجانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى كانت في حالة إحباط وانزعاج من قلة الأراضي اللي كسبتها بعد الحرب. من 1922 الحزب الفاشي الديكتاتوري بتاع بنيتو موسوليني هو اللي هيمسك الحكم وإيطاليا هتطبق سياسة استعمارية بمهاجمة إثيوبيا وبالاستعداد لغزو ألبانيا. في أسبانيا سنة 36 ابتدت حرب أهلية دامت 3 سنين بين الحكومة الجمهورية اليسارية المسنودة من الاتحاد السوفيتي من ناحية والجبهة الوطنية تحت قيادة فرانكو المسنودة من إيطاليا وألمانيا من ناحية تانية. ألمانيا وإيطاليا استغلوا الفرصة دي لاختبار قوتهم وعشان يتقاربوا دبلوماسياً من بعض. في آسيا الإمبراطورية اليابانية استمرت في سياستها التوسعية حيث أن هي انتهزت فرصة الحرب الأهلية في الصين لغزو أراضي جديدة. الجيش الياباني استخدم في الوقت ده أسلحة كيميائية وبيولوجية وارتكب مذابح شعبية. ألمانيا أصبح عندها من القوة ما يكفي عشان تبتدي تنفذ مشروعها وحلمها بالتوسع. في الأول ألمانيا هتضم بالفعل النمسا بمساعدة الحزب النازي المحلي. بعد كده الجيش الألماني اللي كان اسمه الفيرماخت غزا غرب تشيكوسلوفاكيا. جمهورية بعد أن شاهدنا الفيلم ونظرنا إلى تطورات الأمور وتطورات المشاكل التي حدثت بعد هذا المؤتمر التي تسببها المؤتمر وغير المؤتمر، ليس فقط المؤتمر، نحن لا نجزع بأن المؤتمر هو الأساسي، لا، هناك أمور أخرى التي لم تعالج من قبل المؤتمر واستمرت مشاكل التي كانت سبباً لحرب أولى واستمرت حتى تحدث حرباً أخرى لأنها كبيرة وكانت تضغط على هذه الشعوب لكي تتحرك بأن ترى نتائج وترى تغيرات في داخل العالم. بعد أن شاهدنا هذا الفيلم، هل كان لمؤتمر فيرساي تأثير لقيام حرب أخرى؟ عدد ثلاث أمور. نعرف أن الجواب ممكن نعم، ممكن أشخاص يقولوا لا. عدد ثلاث أمور على الأقل إذا وجدت طبعاً.
ننتظر منكم الإجابات بعض الثواني أو دقيقة بالكامل ونكمل. نعم هناك طلاب يعطوني إجابة بأن مؤتمر فرساي لم يحل مشاكل موجودة. جميل. ومنها مشكلة القوميات. جميل جدا. تتبعتم المادة كما يجب. مشكلة القوميات لم يقوموا بحلها. جميل. هناك طالب آخر يعطيني بأن هناك مشكلة القوميات. جميل. إعادة للشيء. مشكلة القوميات وأيضا الوضع الاقتصادي. وطالب آخر يقول لي لم يرضوا الجميع. جميل. إجابة جميلة لكن أريد شرح. لم يرضوا الجميع يعني بذلك أنه ماذا يعني؟ ربما يعني أنه كان يجب التحاور أو النقاش. جميل. هناك طالب يقول ربما كان أكثر من اللازم الضغط على ألمانيا. أيضا جميل. ماذا هناك أيضا طلاب آخرون يعطوني إجابات مشابهة التي سبقت. جميل جدا. دعنا نمضي قدما. ماذا كان عليهم فعله طبعا حسب رأيكم لمنع هذه الحرب؟ إيش كان ممكن يعملوا في داخل مؤتمر فرساي حتى يمنعوا حرب ثانية؟ ننتظر الإجابات. طبعا بدي شرح إذا سمحتوا شرح بسيط سطر سطرين مش أكثر اللي إحنا نفهم على إيش أنتوا قصدكم. نستنى شوي نسمع الإجابات. رائع. هناك طالب يقول لو أنهم حاولوا تحرير القوميات أو إعطائهم المكان أو أعطائهم حرية. جميل جدا. هناك طالب آخر يقول لو أنهم وضعوا نظام اقتصادي جديد. جميل. لديكم مصطلحات جميلة جدا رائع. نظام اقتصادي جديد والعمل على الاقتصاد لأن هذا يزعج الشعوب. جميل. إجابات جميلة جدا ومتابعة لما مر معنا بالدرس رائع. هناك طالب يقول لو أنهم كانوا أعطوا المؤتمر وقت أكبر كي يدور نقاشات أكثر ويستطيعوا الحل الأمور مع الدول الغاضبة. جميل جدا. طلابي أنتم رائعين تعطوني إجابات رائعة. إذن ننتقل للسؤال الذي يليه. ما هو موقف إيطاليا الآن حسب ما شاهدنا وحسب ما سمعنا؟ ما هو موقف إيطاليا من مؤتمر فرساي؟ أكيد أنتم من متابعتكم رح تفهموا بالضبط موقف إيطاليا من مؤتمر فرساي ومن كل الحديث. وهون بدي أضيف لإلكم أنه أكمل السؤال. ما هو موقف إيطاليا من مؤتمر فرساي وبعد ذلك؟ هل إيطاليا كان في لها تحركات؟ إذا أنتوا بتعرفوا أعطوني هنا الجواب. ننتظر إجابتكم. نعم هناك طلاب يقولون أن إيطاليا معارضة وبشدة لقرارات فرساي وذلك لأنها لم تأخذ ما طمعت به ما طلبته. جميل. وطالب آخر يعطيني إجابة مشابهة بعض الشيء. نعم إنها غاضبة ولا تريد ما قيل بداخل المؤتمر. هناك طالب آخر يقول بأن إيطاليا كانت تريد شيء وحصلت أو لم تحصل على شيء. رائع. إجاباتكم رائعة. ولنرى الآن ما هو موقف ألمانيا من المؤتمر حسب ما شاهدنا وحسب ما سمعنا في داخل هذه المشاهدة وهذه الحصة. ننتظر قليلا حتى نعطي الفرصة للإجابة. جميل جدا. هناك طلاب بدأوا بالإجابة بأن ألمانيا طبعا كلمة طبعا أخذها من الدرس. طبعا هناك لديها اعتراض كبير على ما عوقبت به. جميل. على ما عوقبت به وبالطبيعي أنها بدأت حرب سوف تلقى عقاب.
جميل. هناك طالب يقول هي معارضة لكن ليس هو السبب، طبيعي أن تعارض. جميل، توقع جميل. وهناك طالب يقول تستحق ما أخذت أو ما أعطوا لها أو ما عوقبت به. هذا ما هو ردكم. طبعا هذه الصورة هم للأشخاص الذين شاركوا، هم الأشخاص الرئيس البريطاني والرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي الذين شاركوا في المؤتمر الذي كان، وهو مؤتمر فرساي عام 1919. طبعا ما يسعني إلا أن أشكركم، شكرا لاستماعكم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. مع خالص الحب غالية مندلاوي، إلزم بيتك عشانك وعشان غيرك. شكرا لكم.